اهلا وسهلا اصدقائي حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ وياكم اخوكم مصطفى من فروم انسايد جيرماني، من برلين من المانيا. طبعا اليوم الحلقه راح تكون عباره عن حلقه ممتعه وجميله جدا. طبعا هاي الحلقه راح تكون عن اغرب الاجهزه اللي موجوده، ونسد قضاء المصعد، عن اغرب الاجهزه اللي موجوده بالمانيا بالشوارع. يعني تقريبا يعني خلينا نقول اللي واحد يلقاها بالشارع او اللي واحد يلقاها بكل المانيا تقريبا. يعني اجهزه غريبه جدا وممتعه وحلوه ومفيده جدا، يعني واحد يستفاد من عندها بكل احتياجاته اليوميه. وطبعا راح تلقوها يعني مو بس بالشارع، وانما اكو منها مثلا بالشارع، اكو منها بالسوبر ماركت، اكو منها كذا كذا كذا، يعني بهواي اماكن. يعني مثلا اول جهاز راح اصور لكم اياه هو موجود بالسوبر ماركت، يعني تلقوه بكل السوبر ماركتات الموجوده بالمانيا تقريبا. طبعا هاي الاجهزه راح اصور لكم اياها مثل ما راح تشوفوها. اتمنى يعني من كل قلبي ان تكون كل دوله عربيه او كل دوله بعدها ما متحضره هواي، مثل العراق، سوريا، لبنان وغيرها والى ما ذلك. طبعا لان هاي الاجهزه كلش كلش مفيده للحياه، اللي يعني تطور الانسان، تنظف الشوارع، هواي بيها فوائد. يعني مثل ما راح اصور لكم هسه الجهاز الاول، هذا الجهاز عباره عن جهاز كلش حلو، يحول الزباله تقريبا الى فلوس. يعني البطالة هاي اللي بالشوارع، القناين، قناين البيبسي او الى ما ذلك، يغيرها الى فلوس، مصاري. شلون؟ راح اصور لكم اياه، خليكم يعني. طبعا هذا الجهاز قلت لكم موجود بكل المانيا، بكل سوبر ماركت راح تلقوه، وحتى مرات تلقوه حتى بالشارع، يعني مو بس بالسوبر ماركت. هذا يحول مثل ما قلت لكم الزبالة الى فلوس، الى ماني. شلون يحولها؟ ترحون لأي سوبر ماركت مثلا، ترحون مثلا أي مكان بالشارع، راح تلقون قناني مال بيبسي ولا ما ذلك. إما تكون يعني قناني مال بيبسي العادية، وتكون مثل هالقناني، يعني هالقناني العادية. هاي القنينة لازم تحتوي على هاي الشغلة اللي هي بها هاي الصورة، اللي واحد يعني معناها يقدر يرجع القنينة. فتجي هذا الجهاز مثل ما تشوفوا، هذا الجهاز هو عبارة عن الماكينة اللي يرجعون بها. طبعا تدخل القنينة بس هيجي، راح يبدي يحسب لك فلوس مثل ما تشوفون، يبدي يحسب فلوس. هاي القنينة الأولى، القنينة الثانية، وإلى ما ذلك. الجهاز صاير هيجي، يقول لك من القناني يتحول إلى فلوس. طبعا هسه صار عندنا 50 سنت ومستمرين، القناني كلهن يصير بين هاي السالفة. بس مثل هذه لقيتها بالشارع، طبعا اكيد واحد لازم يغسل ايده بعدين بسرعة. شوف اذا تأخرت راح يطبع لك الكارت بسرعة يطلعه، فلازم ما اتأخر. انا ما جاوب وياكم وحدة بس حتى اصور لكم الفيديو، حتى تشوفون الماكينة الحلوة. شوفوا اللي يحسب فلوس، كلهم بين هالعلامة. لازم تدخل يدك بالماكينة لأن تقوم توصلص. خلص القناة اللي عندي، هسه اطبع، هسه انتظر ثواني وراح يطلع لي الفلوس. اكو بين هنا بين دق ما تدوسها يطلع الفلوس، يعني مو الفلوس، يطلع لك كارت. هذا عبارة عن كارت، هذا الكارت لازم اخذه للكاسة للمرة اللي تحاسب، وهي راح تطبعه عندها وبعدين تطلع لي الفلوس اللي هو هيك شكله صاير. بس هي تطبعها هيك تخليه راح تطلع الفلوس. يلا خليكم معانا، راح ادخل الكاسة، ممنوع اصور من اطلع اطلع الفلوس، اقول لكم ايش صار. اذا خلصنا وطلعنا الفلوس اللي هي عبارة عن يورو ونص، مال 6 علب، واحد يلقاهن بالشارع، او يعني مو بس يلقاهن بالشارع، يقدر مثلا يشتريهن، العفو يشتري القوطية يشربها بعدين ما يذبها بالشارع، وانما يجي لها الماكينة ويرجعها ويتحول لك الفلوس، الزبالة الى فلوس، من زبالة الى نقد.
هذا الشيء الحلو كلش، انه واحد يحول هاي الزباله الى فلوس بدل ما يذبها بالشارع. ف طبعا بعدين راح اصار لكم عليها حلقه كلش حلوه وكبيره. هسه خليكم ويانا يعني راح اراويكم الماكينه الثانيه. تحياتي. طبعا الماكينه الثانيه هي موجوده بكل المانيا تقريبا بالشوارع، تلقوها مرات منها مات بالمحلات موجوده. هي عباره عن ماكينه كلش حلوه ومحترمه. شلون احنا هنا يعني بالعراق او بغير دول اعرف موجود مثل الدي اتش ال، فاحنا هنا ما عندنا الدي اتش ال اللي هو يوصل للبيت او يوصل لك للبريد الموجود ببيتك او يودي الطرد مالتك اذا ما كنت موجود بالبيت، فيودي لك اياه يم الجيران او يودي لك اياه المكان كلش بعيد فما راح تقدر تروح تجيبه. فالماكينه الموجوده هاي راح تلقوها بهواي شوارع من المانيا. هي عباره عن ماكينه الدي اتش ال اللي هي عبارة عن غرفة كبيرة ملزوقة بالحائط مثلا تكون، او تلقوها بكل مكان. يعني هسه يم بيتي اكو وحدة، وين ما تروحون اكو وحدة. فالفائدة منها انه بدل ما واحد يروح المكان بعيد يلا يلقى الطرد مالته او يروح جيرانه او الى ما ذلك، بينما يجي لل الماكينة هذه اللي هي ينبع تقريبا كلش، يضغط رقم سري بس تنفتح الخزانة ياخذ الباكيت مالته ويروح. هاي الفائدة مالت هاي الماكينة اللي هي بس تضغط بس تجي قريبة تلقاها ين بيتك. يعني للشركة مثلا اللي راح تشتري منها وكذا تقول لهم اريد للماكينة الفلانية اللي هي قريبة عن بيتك تكون مترين ثلاثة. فهي هاي الفائدة مالت اللي هي هاي الماكينة مثل ما تشوفوها اسمها دي اتش ال. طبعا واكو شركات هواي، يعني مو بس مال دي اتش ال، اكو شركات كلش هواي مثل ما تشوفون مكتوب عليها دي اتش ال، مكتوب هنا ال والاس والام والاكس ال، هاي الاحجام والباك ستاتسيون يعني اسمها هذا رقمها، بها كاميرا هنا. هنا يقول لك لازم تطبع شيء رقم سري تكتبه، وهنا يقول لك تريد تدز لو تريد تاخذ، هنا يفتح لك بعدين ضوء احمر تطبع الشغله اللي جايبها وياك، يعني تسوي لها سكانن او تكتب رقمها بعدين، او هنا يقول لك انت تريد تدز وحده او فرسانت همات لازم هنا تسوي لها سكانن. هنا مؤشر لك وبعدين يفتح لك باب من هاي الابواب هنا حتى تقدر تقيس مالتك الكارتون اللي جايبه، وحتى هناك كاميرا همات و تقدر تنطي بشتاتيجين وهاي السوالف، وبعدين تقدر هنا تخليها بالصندوق داخل الصندوق وبعدين تندز او ترسل لاي مكان تريده. طبعا هي هاي الشغله كلش حديثه، يعني هاي الكراتين او هاي الصناديق موجوده صار لها تقريبا مده بسيطه، مو مده كبيره بالمانيا، بس هسه مال الارسال والاستلام هاي شغله جديده، كانت بس استلام هسه صارت ارسال واستلام. هاي الشغله الجديده انك تقدر ترسل من عندها همات، يعني شغله كلش حلوه ومفيده. يلا خليكم يعني راح اصور لكم الجهاز الثالث ان شاء الله. الجهاز الثالث هو هذا الجهاز اللي قبلكم، الصراحة صار لكم اياه بعد ثواني. هذا الجهاز عبارة عن جهاز موجود اكثر شيء بمحطات القطارات او الاماكن البعيدة عليها سوبر ماركت مثلا، او يعني هذا يظل مفتوح 24 ساعة اليوم كله من الصبح لليل. هو عبارة عن هذا الجهاز اللي هو بي مثلا يكون مثل ما تشوفون هنا العصاير، الشوكولاتة، الجلي، البسكويت، المساتل، كلها موجودة به. هذا هنا بس حط فلوس وتدوس بعدين الرقم مال الشغلة تريدها وتدوس الار، هاي مثلا تنزل لك الشغلة اللي اشتريتها من هنا من جوا. هذا طبعا موجود بكل مكان. هذا الجهاز الرابع هو عبارة عن جهاز للتصوير، يكون هذا الجهاز اللي موجود قبالكم هنا بالصورة. هذا اسمه فوتوفيكس، بكرسي تقعد عليه وبعدين تقدر تاخذ صورة لك
إذا تريد هاي الصورة مكتوب هنا مثلاً 4 صور ب10 يورو. أكو صور مثلاً مال الجواز، أكو مال أوزفايز يعني مال الهوية. بس تقعد هنا، وهاي هنا موجود مثلاً شلون يعلمك شلون تأخذ الصورة، شلون تقعد، هاي مثلاً الحجاب شلون تلبس الحجاب مثلاً، شلون ما لازم حجاب ما لازم هيك مثلاً، الشعر، العيون. تقعد هنا لا تخلي الفلوس طبعا، بس تخلي الفلوس مالتك هنا، بعدين تدوس هاي الدقمة وهو راح يبدي هنا يعلمك سوالف ويقول لك شلون تصور. هسه يقول لك اعتذر لان ماكو فلوس فما راح اقدر اصورك. تمام، هذا الجهاز الرابع. الجهاز الخامس اللي هو جهاز الشباكاسة اسمه، يعني هو مال البنك اللي تقدر تسحب من عنده فلوس. هذا الجهاز اللي هو موجود بكل مكان بالشوارع، حتى اذا ماكو مثلا بنك مفتح فتقدر تسحب من هذا الجهاز اللي هو قبالكم. هذا اسمه بنك اوتومات، يعني تسحب من عنده فلوس مثلا، بس تخلي الكارت مالتك مثل ما تشوفون هاي الناس وتسحب من عنده فلوس. شوف هذا الرجال اعمى خطيه. اي هذا الجهاز هو تسحب من عنده فلوس. هذا كان جهاز مالتنا الخامس. خليكم يعني راح ارايكم بعد اجهزه حسب اللي راح اشوفه بالشارع وبالطريق راح اصور لكم اياه. طبعا انا رايح المكان شويه بعيد حتى اصور لكم كم جهاز حلوات ومفيدات همات كلش. يعني هذا مال الصور كان الجهاز كلش مهم، بدل ما تروح الواحد مثلا المصور او تلقى المصور معزل فتقدر تجي لهذا الجهاز تقعد تسوي صور مرتبه وحلوه تطبعها ورخيصه وانت طالع ورايح. ومال الشرب والمأكولات هذا تلقاه همات بكل مكان تقريبا بالمانيا. اي جهاز مال الصور، وعندكم الجهاز مال البيبسي والكولا وهاي السوالف همات، هذا الواحد يحتاجه بالاماكن اللي ما بيها مثلا محلات مال عصاير او بسكويت او اي شيء واحد ياكله. او مال الشباركاسة مال البنك همات كلش مهم، هذا اعرف يمكن موجود على في بعض الدول بس لازم يكون موجود وين ما تروح تلقاه يعني احسن. فالشيء هذا كلش مفيد ويطور المجتمع همات. تمام، يلا خليكم يعني ان شاء الله راح نستمر بالحلقة. طبعا الحلقة راح تطول عليكم بس حلقة حلوة ومفيدة. تحياتي.